هي الوحيدة في السودان ما عندها اتصال، برج اتصال كده ما عندها. احنا الان في التحصيل ذاته بنعاني، يعني الا نشتغل اوفلاين، يعني بعد ذاك نشتغل حتى نمشي الشبكة نفرق، يعني دي ذاته يعني عائق اساسي. والشعب يعني لسه ما فيهم انه التحصيل ده يعني اوفلاين، ده بيفتكروا انه يا اخي شيء بيطلوه بدون شبكة، ما في شبكة. وبعد ذاك انه يعني الناس دي اللي بتلعبوا، لكن قلنا لهم لا، كتار احنا بيجينا بمواجهات كده. يعني من نقص كثير جدا في مدرستنا هنا، اللي هي مدرستين موزعين لها 4 معلمين نظاميين، وعدد الطلاب اكثر من 190 طالب وطالبه. ونقص المعلمين وكاداره، يعني ده اللي خلانا انه احنا ندمج الاثنين اللي هو الطلاب والطالبات يكونوا في موقع واحد. ايضا الطلاب والطالبات حتى النقص في الاجلاس حقهم عدد كبير جدا، يعني هو قاعد على الادراج. ايضا تنقصنا بعض الاشكاليات في المرافق العامه للطلاب والمعلمين، ونقص في الميزات، مدارس كلها ما مصوره. يعني احنا والله رفعنا بجد لاداره المرحله هناك نقصينا بتاع المعلمين، جاتنا جوله توجيهيه هنا، والجوله التوجيهيه هم ذاته وقفوا على المدعونين وعرفوا ان المدعونين ديل الان شغالين. سليمان تاج الدين سبيل إمام مسجد السنطة. المدرسة الثانوية هي بتسموها المشتركة، لكنها الآن مختلطة، والناس كلهم في مرحلة البلوغ ومرحلة المراهقة، فدي عمر حساس جدا، فبيحتاجوا لأنه لازم ينفصلوا بينات، يعني يكون في فصل بين البنات والبنين، حتى كل دول يشوف شغله وقرايته كده، حتى ما معروف، لأنه دي كلها أشياء ضرورية إحنا بنطالب بها يعني اخواننا في الدولة. أبرار محمد صالح نوية. احنا يعني المدرسة مختلطة لكن ما عجبانا، ودايرين يعني ننفصل احنا برانا، عشان في حاجات بتكون خصوصية للبنات برام، وما من المفترض يعني نحضرها احنا مع الاولاد. مثلا زي مادة الاحياء، هي مادة يعني خارجة مرات في الهناية، وعاوزين ننفصل برانا ونعمل لنا مدرسة ونكون يعني دارين لنا نشاطات مثلا بتخص البنات برام. ابراهيم يوسف صالح الدين، طالب في مدرسة السنطة الصف الأول. يلا المدرسة لما في أثناء تكون مختلطة هزل بكون كثير، الناس ما بتقري هزل بكون شنو كثير، لأنه الناس تلقى خاطة أفكار كده وهي ما بقروا. مفترض تكون مدرسة أي ناس مدرستهم براهم.